اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذه الحلقة هي الحلقة السادسة من سلسلة حلقات شرح مقرر مبادئ الرياضيات لطلبة الاقتصاد والعلوم الإدارية، وهذه الحلقة أيضا هي التابع لشرح خواص الأعداد الصحيحة، وعنوان الحلقة هو اختبار قابلية القسمين لبعض الأعداد الصحيحة. اختبار قابلية القسمين، سنبدأ قابلية القسمين على العدد 2. قابلية القسمين على العدد 2، يقبل العدد الصحيح القسمين على العدد 2 فقط عندما يكون رقم آحاده أحد الأرقام التالية، وهي 0 و2 و4 و6 و8. وفي هذه الحالة ممكن أن نقول أن العدد هذا عدد زوجي. نأخذ مثال كل من الأعداد 365,165 و 12,782 و 528,608 تقبل القسمة على العدد 2 نظرا لوجود الصفر هنا في الآحاد، وهنا يوجد العدد 2 وهنا يوجد العدد 8، وهي أحد الأعداد الموجودة عندي هنا. إذا شاهدنا أحد الأعداد 0 2 و4 و6 و8 موجود في الآحاد، فيعتبر هذا العدد عدد زوجي ويقبل القسمة على 2. بينما الأعداد 69,051 و743,145 و29,893 لا تقبل القسمة على 2 نظرا لوجود العدد 1 هنا في الآحاد، ووجود العدد 5 في الآحاد، ووجود العدد 3 هنا في الآحاد. نأخذ قابلية القسمة على العدد 3 يقبل العدد الصحيح القسمة على العدد 3 فقط عندما يكون مجموع أرقامه يقبل القسم على 3. ونأخذ مثال حتى يتوضح لنا هذا الاختبار. مثال: العدد 12,432 يقبل القسم على 3، لأن لاحظ نسمي العدد 1 هنا رقم، والعدد 2 هنا رقم، والعدد 4 رقم، و3 رقم، و2 رقم. هذه الأرقام إذا جمعناها وكان الجواب هو العدد 12، فإن العدد 12 هو من مضاعفات العدد 3 أو يقبل القسم على العدد 3، فإن العدد الرئيسي وهو الموجود في المثال 12,432 يقبل القسم على العدد 3، أي أن إذا كان مجموع أرقام العدد يقبل القسم على 3 فإن هذا العدد يقبل القسم على 3. مثال آخر: لدينا العدد 1,222، هذا العدد لا يقبل قسمي على 3، لأنه عندما جمعنا الأرقام المكونة لهذا العدد نتج 7، و7 لا يقبل قسمي على 3، فإن العدد 1,222 أيضا لا يقبل قسمي على 3. إذن ممكن أن نقول أنه 1,222 أيضا لا يقبل القسمة على 3 نظرا لأن مجموع هذا العدد هو 7، و7 لا يقبل القسمة على 3. ننتقل إلى
قابلية القسمة على العدد 4، ويقبل العدد الصحيح القسمي على 4 فقط عندما يكون العدد الناتج من رقمي آحاده وعشرات يقبل القسمي على 4، أي نأخذ فقط خانة الآحاد والعشرات، فإذا كان تقبل القسمي على 4 نقول أن العدد كاملا يقبل القسمي على 4. ونأخذ مثال، العدد 512 يقبل القسمي على 4 لأن العدد الناتج من الآحاد ومن العشرات وهو العدد 12. لاحظ العدد المكون من الآحاد والعشرات هو العدد 12، والعدد 12 يقبل القسمي على 4، إذا نقول أنه 512 أيضا يقبل القسمي على العدد 4. ومثال آخر، العدد 122 لا يقبل القسمة على 4، لأن العدد الناتج من الآحاد والعشرات وهو العدد 22. إذا بنلاحظ العدد 22 من أين أتى؟ وهو المكون من الآحاد والعشرات، لا يقبل القسمة على 4، فنقول أن 122 لا يقبل القسمة على 4. قابلية القسمة على 5، نقول أن العدد الصحيح يقبل القسمة على 5 فقط عندما يكون رقم آحاده 0 أو 5، إذا كان هناك في الآحاد 0 أو 5 فإن العدد يقبل القسمة على 5، أي العدد 32195 والعدد 7830 يقبلان القسمة على 5. السبب لأن الآحاد في الرقم الأول هو 5، أما في الرقم الثاني في العدد الثاني هو 0. أما العدد 204 لا يقبل القسمة على 5، لأن لاحظ الآحاد هو العدد 4، لكن العدد يقبل القسمة على 5 عندما يكون أحده 0 أو 5، وهنا 4، فنقول أن العدد 204 لا يقبل القسمة على 5. وقابلية القسمة على 6، يقبل العدد الصحيح القسمة على 6 فقط إذا كان يقبل القسمة على 2 و3 في آن واحد. إذا العدد يقبل القسمة على 6 إذا كان العدد يقبل القسمة على 2 وأيضا يقبل القسم على 3، ليس إحداهم، لازم يشترك العدد في الخاصية أنه يقبل القسمة على 2 ويقبل القسمة على 3. أي بمعنى آخر، إذا كان العدد زوجي ومجموع أرقامه يقبل القسمة على 3، إذا لاحظنا أن العدد زوجي فإنه مباشرة يقبل القسمة على 2، وإذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على 3 فإن تحقق هنا الشرطين فيقبل القسمة على 6. نأخذ مثال، العدد 3654 يقبل القسمة على 6 لأن أحاده 4 يقبل القسمة على 2. لاحظ أن الأحاد هنا 4 وبالتالي العدد زوجي وبالتالي يقبل القسمة على 2. وإذا جمعنا أرقام هذا العدد، لاحظ هنا كان الناتج 18، و18 يقبل القسمة على 3، وبالتالي العدد 3654 يقبل القسمة على 6 نظرا لتحقق الشرط الأول وتحقق الشرط الثاني.
أما العدد 526 لا يقبل القسمة على 6. السبب لأن عندما جمعنا أرقام هذا العدد وهي 5 و2 و6 كان الجواب 13، و13 لا يقبل القسمة على 3، فالعدد 526 لا يقبل القسمة على 6، على الرغم من أن الآحاد هنا 6 وهي زوجية وهي تقبل القسمة على 2، لكن الشرط يقبل، لازم يقبل القسمة على 3 وعلى 2، أي أن هنا الشرط متحقق لكن هنا الشرط غير متحقق، وبالتالي 526 لا يقبل القسمة على 6. قابلية القسمة على 7، وسنوضح قابلية القسمة على 7 من خلال مثال. لنبحث قابلية قسمة العدد 4578 على العدد 7. أول خطوة ممكن نقوم فيها هو نحذف خانة الآحاد وهي العدد 8. لاحظ هنا حذفنا خانة الآحاد 8، فنتج العدد هو 457. ثم نطرح العدد 457 من 16 وهو ضعف الآحاد. لاحظ ضعف الآحاد أي ضرب 2. وينتج لدينا العدد 441. هذا الناتج ما زال كبيرا، لذلك نكرر تطبيق الطريقة السابقة للحصول على أعداد أصغر منه، أي أن نكرر نفس الطريقة، نحذف خانة الآحاد وهي العدد 1، فيصبح العدد هو 44، ونطرح ضعف العدد 1 وهو 2، فيكون الناتج 42، و42 ممكن الحكم عليها أنها تقبل القسمة على 7، أي أن حصلنا على العدد 42 والذي يقبل القسمة على 7، وبالتالي نقول أن العدد 4578 يقبل القسمة على العدد 7. وهذه طريقة من الطرق السهلة لبحث قابلية القسمة على العدد 7. نأخذ مثال آخر. اختبر قابلية قسمة العدد 556,677 على العدد 7. نبدأ في الحل بنفس الطريقة السابقة. العدد لدينا 556,677 وآحاده هو العدد 7. عندما نلغي الآحاد يبقى العدد 55,667، ونطرح هذا العدد من ضعف 7 وهو 14، ينتج لدينا العدد 55,653. وقلصنا، لاحظ كان العدد مكون من 6 أرقام أصبح مكون من 5 أرقام. سنقلص العدد أيضا لينتج لدينا في النهاية عدد ممكن الحكم عليه. إذن وصلنا إلى العدد 55,653، حذفت منه
رقم الأحد وهو 3، فأصبح العدد 5565، ونطرح منه العدد 6 وهو ضعف العدد 3. لاحظ أنه ضعف العدد 3 الموجود في الأحد، فيكون الناتج 5559. ولاحظ ما زال العدد كبير، نكرر العملية مرة أخرى، نحذف خانة الأحاد وهي العدد 9، فيصبح العدد 555، ونطرح ضعف العدد 9 18، فيكون لدينا العدد 537. نكرر العملية مرة أخرى فينتج لدينا العدد عند حذف الآحاد وهو 7، يكون العدد المتبقي 53. نطرح ضعف العدد 7 وهو 14، فيكون الناتج 39. وبما أن العدد 39 لا يقبل القسم على 7، فنقول أن العدد 556677 لا يقبل القسم على العدد 7 أيضا. ننتقل إلى قابلية القسم على العدد 8. يقبل العدد الصحيح القسم على العدد 8 إذا كان العدد مكون من الخانات الثلاث اليمنى، أي الأحاد والعشرات والمئات، يقبل القسم على 8. إذا كان العدد المكون من الأحاد والعشرات والمئات يقبل القسم على العدد 8، فإن العدد الصحيح يقبل القسم على 8 أيضا. مثال: لدينا العدد 690112 يقبل القسم على 8. السبب لأن العدد المكون من الثلاث الخانات اليمنى، وهي لاحظ ثلاث خانات اليمنى، هي 112، و112 يقبل القسم على 8، وبالتالي نقول أن العدد 690112 يقبل القسم على العدد 8. العدد 7,129,012 لا يقبل القسم على العدد 8، والسبب هو أن العدد المكون من الخانات الثلاث اليمنى هو 12، والعدد 12 لا يقبل القسم على العدد 8، فإن العدد 7,129,012 لا يقبل القسم على 8. ننتقل إلى قابلية القسم على العدد 9. يقبل العدد الصحيح القسم على العدد 9 فقط إذا كان مجموع خاناته تقبل القسم على 9، وهو نفس طريقة قابلية القسم على العدد 3، لكن هنا الفرق أنه المجموع الخانات أو الأرقام العدد تقبل القسم على 9، بينما قابلية القسم على العدد 3 يجب أن تكون مجموع الخانات تقبل القسم على العدد 3. نأخذ مثال: العدد 34218 يقبل القسم على 9، والسبب لأن مجموع خانات هذا العدد وهي 18، لاحظ عند جمع خانات العدد أو أرقام العدد أصبح الناتج 18، و18 يقبل القسم على 9، إذا العدد 34218 يقبل القسم على 9. والعدد 66504 لا يقبل القسم على العدد 9، لأن عند جمع خانات هذا العدد وأرقامه هي 21، و21 لا يقبل القسم على 9. قابلية القسم على 10. يقبل العدد الصحيح القسم على 10 فقط إذا كان
أحده يحتوي على الرقم صفر. مثال: العدد 934560 يقبل القسمة على 10 لوجود الصفر في الآحاد. أما العدد 546655 لا يقبل القسمة على 10 لأن في الآحاد عدد غير الصفر وهو 5، فبالتالي هذا العدد اللي هو 546655 لا يقبل القسمة على 10. قابلية القسمة على العدد 11، ونوضح هذه الخاصية في مثال. نريد بحث قابلية قسمة العدد 356812 على العدد 11، ونبدأ نضع بين أرقام العدد 356812 إشارة الطرح ثم إشارة الجمع من اليسار إلى اليمين كالتالي، أي أن نضع بين أرقام هذا العدد إشارة، نبدأ بإشارة الطرح كما نلاحظ العدد 3 والصفر أول رقمين، فبدأنا 3 ناقص 0 ثم موجب 5 ثم سالب أو ناقص 6 وزائد 8 ناقص 1 زائد 2، فأصبح الناتج هو العدد 11. والعدد الناتج 11 يقبل القسمة على العدد 11، وبالتالي العدد 356812 يقبل القسمة على 11. وإذا كان الناتج غير العدد 11 مثل 22 أو 33 أو 44، أي عدد يقبل القسمة على 11، فيكون أيضا العدد يقبل القسمة على 11. وهنا فقط ننوه ملاحظة أننا نبدأ بعملية الطرح ثم الجمع ومن اليسار إلى اليمين حتى يكون الناتج لدينا العدد الصحيح المراد اختباره في القسمة على 11، حتى يتضح لدينا العدد الرئيسي هل هو يقبل القسمة على 11 أم لا. نأخذ مثال آخر: اختبر قابلية قسمة العدد 98,510,620 على العدد 11. الحل نفس الخطوات السابقة، العدد لدينا كالتالي: نضع بين أرقام العدد إشارة الطرح ثم إشارة الجمع لغاية آخر عدد في الآحاد وهو الصفر، ويكون الجواب هو العدد 1 في هذا المثال. وبما أن الناتج هو العدد 1 ولا يقبل القسمة على العدد 11، وبالتالي فإن العدد 98,510,620 لا يقبل القسمة على العدد 11. وإلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، نرجو أن تكونوا استفدتم من هذه الحلقة، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.